ارحب بحضراتكم اعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، وزي ما انا قلت هنتكلم بالتفصيل عن محافظه الاسماعيليه، لذلك يسعدني ان ارحب بضيفي الكريمين في هذه الفقره، الدكتور سيد خليل مدير مديريه الزراعه بالاسماعيليه. برحب بحضرتك دكتور سيد. وايضا ارحب بالسيد المهندس محمد حمزه رئيس الاداره المركزيه للموارد المائيه والري لمحافظات القناه. برحب بحضرتك باشمهندس محمد، حضرتك اول مره بتشرفني. طبعا احنا سعداء يا فندم. انا دايما بحيي الحقيقه المسؤولين في وزاره الري لان هم بيستجيبوا لهذا البرنامج، واحنا هدفنا في هذا البرنامج يا باشمهندس محمد، يمكن طبعا الدكتور سيد عارف، ان احنا نحل مشاكل المواطنين في المحافظه اللي احنا بنتناولها في حلقتنا. اكيد طبعا. فيعني ده دي خدمه احنا اولا بنقدمها لوزاره الري، وانتوا لما بتيجوا هنا بتساعدونا في حل مشاكل المزارع. اكيد ده دورنا. فانا بحيي حضرتك وبشكرك يعني. شكرا. دكتور سيد خليني ابدا مع حضرتك، نتكلم بقى على اخر المستجدات، اعتقد محصول القمح نشوف ايه اخر الاخبار. واللي تم تناوله في الايام السابقه خاصه بالصدى الاصفر وبتاع، طمني على محصول القمح. هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو القمح عندنا السنه دي 40500 فدان. الحمد لله احنا طبعا اتوفرت التقاوي وتوفرت الاسمده من بدايه الموسم، ما كانش في مشكله تقاوي ولا مشكله اسمده. الزراعه تمت والري الحمد لله ما كانش في مشكله في الري في الفتره اللي فاتت. هي بس جالنا الصدى ومساحه صغيره، احنا ما تعديناش 300 فدان صدى قمح، وتم علاجها فورا والمزارع بيستجيب. يعني مش زي ما اشيع ان مساحات كبيره وان المحصول اتدمر وانه كذا، فدان اللي عندنا يعني مساحه بسيطه وتم تدارك الموقف يعني. نتيجه التغيرات الجويه اللي تمت والحمد لله تم رشها والمزارع بيستجيب، يعني في ناس حتى رشت احتياطي كمان عن زياده عن ما كانش ظاهر عندها، لكن الحاله مطمئنه الحمد لله. بس الرش يعني الوقائي ده المطلوب يعني ولا لا؟ والله الناس خافت كده من لما واحد جاره صاب فهو رش الجيران يعني. بس لكن الحمد لله يعني ما فيش حاجه الحمد لله خالص يعني. المساحه المنزرعه السنه اللي فاتت كانت كام؟ كانت 39000. زدنا حوالي 1500 السنه دي. المحصول حالته المتوقع المتوسط العام؟ لا، الحاله العامه الحمد لله كويسه. متوقع ان شاء الله زياده الانتاج السنه دي. احنا جاهزين طبعا، بس عندنا صوامع في الانطار الشرق وعندنا صوامع في الاسماعيليه، عندنا صوامع جديده في ابو سوير بتنشا بس مش هتلحق الخدمه السنه دي. عندنا شوان مطوره تبع بنك الزراعي. كله ده جاهز ان شاء الله لاستقبال موسم الحصاد باذن الله. طيب تمام نتعشم ان شاء الله الموسم ينتهي بخير وكل انتاجيه عاليه علي، يعني علشان احنا بنحاول بقدر الامكان اولا المساحه تزيد والانتاجيه تكون عاليه علشان نقلل الفجوه الاستيراديه اللي احنا بنستوردها كل سنه. نعم من هذا المحصول الاستراتيجي المهم. ان شاء الله. طبعا التليفونات مفتوحه، الارقام هتنزل على الشاشه دلوقتي لكل اهالينا في الاسماعيليه، اي حد عنده استفسار عنده مشكله يعني يتصل بينا، سواء كانت خاصه بالزراعه خاصه بالري، وفي الفقره الثانيه ان شاء الله يكون معانا الطب البيطري بحيث نحل المشكله ونرد عليها على الهواء مباشره. باشمهندس محمد، يعني حضرتك رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظات القناة اللي هي الإسماعيلية، السويس، بورسعيد. هل يعني ممكن نتعرف على الإدارة المركزية دورها إيه؟ هل تنسيقي للمحافظات الثلاثة بالنسبة لموضوع المية ولا دورها إيه بالظبط؟ هو الدور المنوط به الإدارات المركزية عموما للري هم همزة الوصل ما بين الادارات العامه للري والجهات المحليه اللي هي زي المحافظات وزي الجهات المحليه ورؤساء المدن والحاجات دي. بيطلعوا بالدور ده ان دايما يبقى فيه تواصل ما بين الوضع المحلي او المسؤولين المحليين ووزاره الري، بحيث ان يعني اللي لنا جانب فني بيبقى متصل بتوزيع الميه وشغل الري، وجانب اخر لحد ما بيكون سياسي اللي هو التواصل مع المحافظين ومع المحليات، ودايما وقت الازمات او وقت في قرارات او خصوصا مثلا الوضع زي ازاله مخالفات او حاجات زي كده، بيبقى في دايما تنسيق دائم ما بيننا وبين المحليات وبين الشرطه. بيبقى برضو ده من اهم الادوار اللي احنا برضو بنقول. هل نقدر نقول انه مدن القناه ليها طبيعه خاصه في الري غير المحافظات الاخرى، وبصفه خاصه محافظات الوجه البحري اللي احيانا بيحصل فيها مشاكل ان الماء بتوصلش لنهايه الترع؟
هل نفس المشاكل الموجودة في محافظات الوجه البحري أو بعض المحافظات هي نفسها اللي موجودة في محافظات القناة، ولا المشاكل بتختلف؟ هي أكيد طبعا المشاكل هتختلف شوية، يمكن لطبيعة ونظام الري اللي موجود في الإسماعيلية أو محافظات القناة، إن عندنا المساحة الأرض الزراعية اللي موجودة في محافظة الإسماعيلية اللي هي بتدور حوالين 400 ألف فدان، منها 50% منها بيروى بالري المتطور اللي هو سواء كان رش أو تنقيط، و50% تانيين بيرووا غمر. محافظات القناة عموما مية الري احنا بنعتبر بقى صمام الامان بالنسبة للمواطنين بتوع محافظة القناة، ان مية الري 50% منها بتستخدم كمياه شرب وصناعة في محافظات القناة، لان اعتبر طبعا محافظات القناة من المحافظات الرائدة طبعا في الصناعة وحاجات زي كده. يمكن هم لهم ظهير صحراوي، فبنتوسع حاليا في المجال الزراعي، فمشاكلهم الى حد ما بتختلف، لان مناوبات الري عندنا في الاراضي القديمه بتختلف شويه عن الاراضي الجديده. طبعا يعني انا هناك مثلا في الاراضي القديمه ممكن ادي مثلا 4 مالة وادي 8 بطالة او اكثر، لا بخصوص المناطق الاراضي الجديده بندي تقريبا ما اقدرش اغيب عن الارض اكتر من يوم او اتنين، ولازم اكون عنده ميه في الترعه، لان هو شغال بس هو بيروي ري حديث بالتنقيط، لانه ري بالتنقيط، فعلى طول عايز ري مستمر، عاوز ميه مستمر. ولذلك نظام المناوبات عندنا حتى على الترع والمسائل الفرعيه بيبقى بالساعه، مش زي مثلا ما بديش ايام، ما فيش طرف ان انا ادي له مثلا كام يوم واقفل كام يوم، لا احنا بندي تيار مستمر ولكن بالساعه، علشان برضو يبقى يعني بديله الميه بالوفره المناسبه، وفي نفس الوقت محافظ على كميات الميه الى ابعد حد ممكن. يعني نقدر نقول باختصار ما فيش مشاكل بالنسبه للميه في مدن القناه؟ احيانا يعني مش عايز اقول ان او المشاكل مشاكل ممكن تكون متمثله في ايه او اهمها؟ هي المشاكل اللي بتتمثل للاسف الشديد في بعض المخالفات والاراضي الغير مقرره الري، يدخل ناس تاخد حق ناس مقرر الري، يعني هو بعض الناس مواضيع اليد، يعني بعض الناس في الزراعه وفي الري، بعض الناس مثلا بيدخل على اراضي صحراويه بيدخل على حته ويصلح وياخد ماخذ مثلا غير مرخص ويبدا ياخد، طيب انا مش عامل حسابك في الميه دي لانها ميه ناس اراضيهم مقنن ماء له مقنن مائي، فبيعتدي عليه وبياخد الميه، ودي يعني احنا طبعا حاجات احنا برضو بنحاربها، وعلى مدار الساعه مسؤولين الري دايما عندنا بيلفوا على الترع وعلى المجال المائي عموما لرصد اي مخالفات والقضاء عليها في المهد. لكن احيانا بتواجهنا حاجه ان واحد يعني ارضه اتزرعت وللاسف انا ما بقدرش ان انا يعني تمنع عنه امنع عنها الميه، بضطر يعني بكل جهدي بقى، يعني بتبقى جهدي ثقيل جدا علينا، ان انا لازم اوفر له الميه لحين ما زرعته تنتهي، وانبه عليه بقى يعني ان يبدا في اجراءات تقنين وبدون مخالفه. لا هو المفروض ان فيه في مخالفه، علشان برضو القانون قانون، انا هو زرع بالمخالفه والقانون بيجرم هذه المخالفه، هطبق عليه القانون، لكن مش هعدم الزراعه القائمه، لان دي برضه في النهايه بتصب في الانتاج القومي. بالظبط بالظبط. لكن انا بناشد الناس ان لما يكون في مساحات والله قنن وضعك، هعمل حسابك في الميه دهيا، وتبقى داخله ضمن خطتي ومقنني المائي، ان انا ادي لك الميه بالوفره المناسبه برضه زيك زي غيرك. تمام. طيب معانا اولى الاتصالات، محمود من السويس. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا بنشكر البرنامج قناة مصر الزراعية اللي هي بتستقبل شكاوى المزارعين والفلاحين، ده واجبنا يا فندم. واحنا بعد اذن حضرتك احنا بنشكر الراجل المحترم المسؤول المحترم اللي عند حضرتك محمد بيه حمزة، عشان بيتواصل مع جميع الفلاحين وبيحل جميع مشاكلهم على مستوى جمهورية مصر العربية وخاصة محافظة السويس. تمام. احنا بس زي ما تقول يعني ايه اللي احنا طالبينه منه، ان هو يزود حصة السويس بالنسبة للايه لمياه الري. لا يا اخي محمود، اخي محمود حضرتك بتتكلم على منطقه معينه في السويس، يعني مش عاوزين نتكلم على المحافظه. لا مش منطقه معينه، ده احنا على المحافظه كلها، لان يعني انت عاوز تفهمني ان محافظه السويس بالكامل فيها مشكله في الري؟
لا احنا ما فيش مشاكل عندنا بالنسبه للري دلوقتي. احنا الفتره اللي عدت دي كلها احنا بنشكر جميع المسؤولين كلهم اللي في وزاره الري. يعني انت بتتكلم على المستقبل بقى؟ انا بتكلم على المستقبل. يعني احنا دلوقتي عندنا بالنسبه للمحاصيل الزراعيه والغله احنا يعني بنتحدى اي محافظه في زراعه الغله دلوقتي بالنسبه على الايه، على المستوى الايه الاقليمي بتاعنا. تمام. واحنا دلوقتي الحمد لله يعني محمد بيه مش مقصر من ناحيتنا في اي طيب حاجة. الحمد لله. وبرضه مش هتلاقي مشكله ان شاء الله، ما تقلقش. ما فيش مشاكل. ومعلش بعد اذن حضرتك تفضل. انا بس عايز ايه ابعت بركيه شكر بس الواحد برضه راجل محترم المهندس علي خشانه عشان تنظيف الترعه وفتح الجنبيات والترع، وبيراضي كل الفلاحين وما بيزعلش اي فلاح في محافظه السويس. تمام. واحنا بنشكرك. الله يصلح حالك يا رب. شكرا يا اخ محمد. متشكرين متشكرين. يعني دي شهاده حق يعني الحمد لله ان حضرتك متواصل مع الناس لحل مشاكلهم، ودي حاجه الحقيقه بتسعدنا. اي مسؤول، وانا دايما بقول اي مسؤول موجود في مكانه ده دوره انه يحل مشاكل الناس ويتواصل معاهم. هو ده المسؤول المحترم اللي احنا فعلا نحييه ونقدره بكل امانه. طيب يعني خلينا ارجع مره تانية، معلش يعني برضو الري شويه علشان حضرتك مستمر معايا طول الحلقه. بالنسبه للمصادر الاخرى الخاصه بمياه الري، يعني احنا عندنا مصادر اما ميه من النيل، اما ميه النيل او المياه الجوفيه او مياه جوفيه. لكن احنا دخلنا عنصر جديد الحقيقه، ان وزاره الري النهارده عارف بتدور على المصادر الغير تقليديه بعد ما يعني لقينا ان في زياده في عدد السكان وزياده مضطرده جدا مع ثبات حصه مصر من مياه النيل اللي هي 55.5 مليار متر مكعب في السنه، في حين ان احنا النهارده مثلا احتياجاتنا المائيه بتكاد تصل لغايه 80 مليار متر مكعب في السنه. فكان لازم ان وزاره الري تشوف مصادر غير تقليديه لانها تغطي الاحتياجات المائيه. والحقيقه انا هتكلم على مستوى محافظه الاسماعيليه، ان سياده الريس طبعا من الحاجات الممتازه اللي النهارده بس فينا روح جديده لان يعاوننا في مشروعات كانت مقترحه ومن فتره طويله جدا وما كانش حد باصص لها. مشروع رائد جدا وهيبقى بيتعمل لاول مره في مصر، اللي هو مشروع مسار تجميع مصارف المحسمه وتجميعها في صوره مليون متر مكعب مياه صرف زراعي. هتعدي هتعبر قناه السويس عند منطقه سرابيوم عن طريق صحاره. الصحاره ده هي بعد كده بتنتهي بمحطه معالجه لمياه الصرف علشان اخد الميه نظيفه استعملها تاني في الزراعه لزراعه 50,000 فدان جديده. تمام. في سيناء. تمام. ودي الحقيقه هتبقى من المشروعات الرائده في جمهوريه مصر العربيه واللي بتلقى يعني على مدار الساعه متابعه من سياده الرئيس ومن جميع طبعاً. الاجهزه المعنيه. وان شاء احنا الله يعني محتاجين تنميه حقيقيه في سيناء الحقيقه. وان شاء الله طبعا، وان شاء الله يعني يمكن المنتظر وبنامل ان ربنا يوفقنا ويبقى في 30/6 اللي جاي 2019 في العام الحالي ان شاء الله المشروع ده يعني يفتتحه سياده الرئيس ويبقى باكوره ومثل لمناطق اخرى ان شاء الله هتكون في منطقه بحر البقر ثم مصارف اخرى. سيكون في مشاريع كتيره في 30/6 مش اكيد يعني. لا ده انا بتكلم على انا بتكلم اكيد طبعا انا بتكلم بس على مستوى الري الصرفي محافظه الاسماعيليه. فهذا يكون مشروع رائد يعني يبقى قاطره لمشروعات اخرى من شبيهه بنفس. وانا لما بعمل تنميه زراعيه يا باشمهندس محمد بعمل تنميه في كل المجالات الحقيقه، فده أكيد. مهم جدا يعني أكيد بالنسبة طبعا. لسينا. طيب معانا ايمن من الاسماعيليه. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور حامد؟ اهلا وسهلا بحضرتك. ده مس عليك والله وحضرتك والباشمهندس محمد والدكتور سيد خليل. اهلا وسهلا. الله يخليك. والله احنا يا دكتور حامد اول حاجه بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود اللي بيعملها لخاطر المواطن الغلبان. وبنشكر قناه مصر الزراعيه انها بتقف مع الفلاح، هي المنبر الوحيد لقناه للفلاح المصري. طبعا مفيش شك. دكتور حامد احنا يعني بصراحه كل ما الواحد يروح للدكتور سيد خليل المكتب على موضوع
يقول لك بره في زياره في حقل كذا في المنطقه الفلانيه، وبنروح له يعني يعني مش بنيجي على كده ونمشي لا ونروح لا، بيقول لك في المكان الفلاني بتوجه المكان الفلاني بنلاقيه قاعد مع الفلاحين او في الجمعيات الزراعيه او هنا او في. طيب الحمد لله يعني الحمد لله دي يعني شهاده كويسه. وبعدين في حاجه ثانيه يا دكتور حامد لو تفتكر احنا كنا بنتكلم على موضوع التعديات على الارض الزراعيه، الراجل ده بذل معانا جهود يعني جهود خراقه يعني جهود الحمد جبارة. لله الحمد لله. وحضرتك برضو ما يعني ما ولا كليت ولا مليت الحمد لله، وبرضو بعد تتصل بيه وبقى الراجل ينزل وهناك يعني عايز حضرتك اكثر من كان بيطلع مع حملات الازالات. يعني احنا بصراحه يعني مش عارفين نشكر الراجل ده ازاي والله يا دكتور حامد. والله انا بشكرك يا ايمن يعني دي حاجه كويسه. لا ده راجل يعني والله بصراحه احنا ما شفناش ليه يعني حد يجي مسك مديريه زراعه اسماعيليه زي الراجل ده والله يا دكتور حامد. طيب الحمد لله وانت عارف كده كنت لان انا اكثر واحد كنت بشتكي. فالنهارده شفت ما انا عاوز اقول كده يعني انا اولا بشكرك لان انت فعلا كنت اكتر واحد بتشتكي والتعديات والدكتور سيد وما بيستجبش دلوقتي حضرتك الحمد لله بتشكر وبتقول الحقيقه. لا بصراحه يعني الراجل والله مش عارفين نودي جمايله فين. بس دلوقتي يا فندم انا عندي يعني مشكله بسيطه بس عايز اعرضها على الباشمهندس محمد. اتفضل. دلوقتي حضرتك يا فندم باشمهندس محمد احنا في شغل يعني جبار من وزاره الري في ترعه بورسعيد. تمام؟ وبيتحاروا فيها وعمقوا فيها دكتور حامد لدرجه الميه مش عايز اقول لحضرتك على حاجه احنا الناس بيتكلموا فيها عجز مائي. لا ده احنا عندنا ميه فايضه في ترعه بورسعيد. تمام. مش عايز اقول لحضرتك فاحنا نفسنا الناتج اللي بيطلع من الترعه دوت رمته بدل ما بياخدوه المقاولين ويدوا له حسابهم لا يتحط على الجسور في الترعه في منطقه ابو خليفه لغايه بورسعيد لان الحته ديت مش عايز اقول لحضرتك يا دكتور حامد الميه زادت على عن يعني عن المنسوب بتاعها. فيا ريت يا باشمهندس محمد تدي الموضوع ده اهتمام. وليه شكر برضه للباشمهندس ابراهيم مدير عام الري اسماعيليه كان عندنا دكتور حامد خليج بتاع بتسوق القصاص كان كلمته هو الدكتور سيد خالد قلت له احنا عايزين نركب الخليج ده مواسير. الدكتور سيد اتصل بيه وبرضه الباشمهندس ابراهيم اتصل عليه ونزل ثاني يوم فاحنا بنشكره دكتور حامد صرفوا لنا 250 متر مواسير وجا المقاول ركبهم والميه اشتغلت والحمد لله. احنا بنشكر الناس يا دكتور حامد. الحمد لله يا ايمن وانا بشكرك والله. الله يخليك الله يخليك يا دكتور حامد. بشكرك. وبشكرك يا فندم بشكر العاملين في قناه مصر الزراعيه. واحنا بنشكرك شكرا يا ايمن. الحقيقه انا بشكر ايمن لانه يعني كان الحقيقه متصل مستمر وكان بيكلمني على طول على تليفونات الشخصيه ويشكو مر الشكوى من التعديات وانه ما فيش تعاون من مديريه الزراعه ودلوقتي الحمد لله هو دلوقتي يعني بيقول شهاده حق بيقول ان فعلا تمت انجازات وبيشكر الدكتور سيد ودي حاجه كويسه. والله يا فندم بس برضو احنا الشكر واجب للقضاء بصراحه احكام القضاء في الفتره اللي فاتت دي احكام رادعه في التعديات على الارض الزراعيه ساعدت بنسبة كبيرة في منع التعديات على الأرض الزراعية. بجانب طبعا في جهد من رجال حماية الأراضي في المرور والمتابعة لكن المحضر بمجرد ما بيوصل للقضاء يعني بيبقى رادع أكبر من أي زالة وأكبر من أي حاجة. فاحنا برضو الشكر لرجال القضاء في الفترة اللي فاتت في الأحكام التعديات على الأرض الزراعية لأن هي اللي حدد بنسبة كبيرة التعديات على الأرض الزراعية. والوضع دلوقتي لا الوضع افضل كتير تعداد بنسبه بسيطه جدا بنلحقها برضه في البدايه ويعني انا بقول للولاد اعملوا كفايه ان احنا نعمل محضر نوصل الشرطه هو بيجيب حقنا لغايه عندنا لان القضاء بيبقى حازم فيه يعني ويعني الناس في واحد باع ارضين ثلاثه اشتراهم تاني بعد ما اتبنوا ودفع للراجل ثمن المباني عشان يزيلهم يزرعهم عشان يطلع من الاحكام اللي كانت عليه فبقى والله طب والله ده دي حاجه ما احنا يا جماعه ما احنا كنا بنتكلم على طول وبنقول الوضع ده مش صح والتعديات وخطوره التعديات واحنا عندنا مشكله يعني مش لازم كل حاجه يبقى في قانون وفي احكام رادعه يعني احنا لا نتمنى على الاطلاق الضرر لاي مزارع لا طبعا بس خدوا بالكم احنا بنتكلم على الامن الغذائي المصري استمرار ظاهره التعديات دي على طول بتعمل مشكله في غذائنا يعني لما نبني على الارض الزراعيه طب هنزرع فين طب هناكل ازاي عندنا مشكله وبعدين ده حق الاجيال القادمه يعني لازم كلنا يكون عندنا انتماء حقيقي لهذا الوطن ونكون عارفين خطوره تصرفاتنا واثارها السلبيه على مستقبل هذا البلد ما ينفعش بصرف النظر عن احكام وعن القضاء وعن كذا طبعا بنشكر القضاء لكن عاوزين احنا يبقى في عندنا وازع من داخلنا ان احنا دي بلدنا ما ينفعش نعمل فيها كده وده برضه ظهر في الفتره اللي فاتت ان الناس بدات يبقى عندها وعي برضه بالظبط خصوصا ان بدا يبقى في حيز عمراني وبدا في توسعات عمرانيه محدده ومقننه الناس بدات تتجه ليها يعني اهم المحاصيل بقى الحقليه بخلاف القمح
احنا عندنا القمح الاساسي كان في الموسم الشتوي ده، كان معانا البنجر السكر طبعا من الحاجات الاساسيه بندخلها، عندنا حوالي المساحات قد ايه من البنجر؟ 8500 فدان، كانوا بنجر في الأنطرة شرق والأنطرة غرب، والحمد لله هل في مصانع هناك لبنجر لا في السكر؟ مصنع في الصالحيه جنبنا، الصالحيه الصالحيه جديده قريبه مننا، فالبنجر من اساس لان وجود المصنع يا دكتور سيد اعتقد هيشجع الفلاحين ان هي تزرع يعني. بالظبط كده. وطبعا البرسيم بياخد برضه مساحه كبيره عندنا عشان التوسعات في الانتاج الحيواني برضه عندنا، دي اكبر حاجه عندنا في الشتاء. وفي بقى عندنا الفول البلدي بمساحات صغيره، والبصل والترمس والشعير دي كلها مساحات صغيره يعني. لكن تمام. بس الموضوع الرئيسي بقى موضوع العفن الهبابي والمانجا، يا ريت برضو نشوف ايه اللي تم او نتعرف على اخر مستجدات. واحنا بقى لنا تقريبا 3 سنين في موضوع العفن الهبابي دي، احنا بنشكر اخواتنا المزارعين واهلينا لان بصراحه قاموا بجهد كبير في تقليم الشجر وخفض ارتفاعها، لان هو كان الحشره اساسا بتيجي من التزاحم الاشجار وارتفاع نسبه الرطوبه بسبب التزاحم وارتفاع الاشجار ومنع الشمس ومنع الضوء عن الشجر. الناس استجابت في السنتين 3 اللي فاتت دول في تقليم الشجر وخفض ارتفاعه، وبدأوا يرشوا بالمبيدات الموصي بيها وعمليات الغسيل، والحمد لله السنة دي ربنا كرمنا برضو بالظروف الجوية ساعدتنا بمطر شديد شوية. اعتقدش ان عندنا دلوقتي شجرة سودة، الحمد لله نسبة التزهير عالية جدا عندنا. هي بس جات المطره الاخيره دي، والمزارع طبعا عنده وعي ان هو بيرش ضد اللفحه وضد البياض في فتره المطره دي والظروف الجويه بالليل والساعه بالليل دفى وساعه بالنهار. وان شاء الله موسم مبشر للمانجا ان شاء الله متوقعين يعني، وكل المزارعين مبسوطين طبعا يعني. طبعا الاصناف بالذات الاصناف الممتازه اللي عندنا اللي ما بتتكررش في مناطق يعني، انتاجها بيبقى اقل من 3 طن تقريبا، على عكس الاصناف التسعه وال 12 طن، بس احنا الطعم المميز ابو 3 طن ده العويس والزبده والسكري الحاجات ده، ومطلوبه واسعارها مطلوبه واسعارها عاليه يعني على الاصناف يعني الحديثه يعني. تمام. فان شاء الله موسم مبشر ان شاء الله الحمد شاء لله. باشمهندس محمد، اهم المشاريع اللي بتتم حاليا في الاسماعيليه خاصه بالري، هو زي ما الاخ اللي كان بيتصل دلوقتي ايمن عنده مشكله في زياده المايه. هو الحقيقه طلعت بورسعيد، عايز اقول ان هي من الترع الرئيسيه اللي عندنا في الاسماعيليه، واللي هي بتوصل ميه الري لمحافظه بورسعيد كامله. فكان لها عنايه خاصه ان الترعه دي في منطقه الاسماعيليه، في زمام الاسماعيليه اللي هو في المنطقه من الفم لحد ابو خليفه زي ما هو بيقول. المنطقه دي جسورها عاليه وطبيعه الارض رمليه مفككه، فكانت بيحصل فيها انهيارات كتير في الجسور. كان بتأثر من ناحيتين، بتأثر من ناحية انها ما بتوصلش المية بالكفاءة اللازمة، زائد ان الجسور كانت دايما بتعمل مشاكل في المرور، ان حد لو ماشي على الجسر ولا كلام دايما الجسر اتقطع وكده. فاحنا قمنا بعمل ستاير معدنية بتدق في الترعة، في ميل الترعه، وبتبدا تتعمل لها احجار وتكاسي كده بشكل جميل بتحافظ على الترعه، وبالتالي بدانا نطهر تاني الترعه وتعاد لطبيعتها الاولى. يعني الشكل فعلا حاجه جميله، او اللي بيشوفها يعني طبعا دلوقتي بيشوف حاجه منظر جميل قوي. صحيح ان فيه كميات اتربه طالعه من الترعه النهارده، هو يعني بيتكلم ان بيقول ننقلها. انا حاسس النقل والتكاليف طبعا المشروعات دي بتبقى مموله من الدوله طبعا، واحنا دايما بنقول انا عايز اصرف كل قرش في مكانه وبعنايه خاصه. فانا شايف ان كان في كميات اتربه بتبقى زايده، كون ان 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 بعض الفلاحين بيساعدونا ان في اراضي منخفضه وبيجي ياخد بعض الاتربه من دي يردم بيها ويعلي بها ارضه الزراعيه، يعني انا بعتبر ان انا بساعده برضه في الانتاج الزراعي.
الأخ بيقول إن يعني ناخد وندعم الجسر عنده في منطقة أبو خليفة. ما ممكن ندعم بطريقة تانية. أنا بعده إن في المنطقة بتاعة أبو خليفة إن شاء الله يجري دراستها، وإذا كانت الجسور منخفضة في المنطقة دي، لأن طبعا في يعني علاقة ما بين الجسر وما بين المباني بتاعة القرية بتاعة أبو خليفة اللي على الجسر، مش هاجي أعلي الجسر فيردم فيقفل أبواب البيوت. بالظبط. يعني بعده إن احنا هندرس الموضوع ده. أو نخفض المية شوية. لا ما تخفض ما أصل المية المية. لا هي المية أنا عايز يعني أنا مش عاوز لدرجة إن أنا يبقى في وفرة بحيث إن أنا أهدر المية. لا أنا مع شوف ما أنا سيادتك أقول حاجة. المية في الإسماعيلية بتتعاتى بمقدار الزراعة عايزة كام ومية الشرب عايزة كام. طبعًا أنا عندي مية شرب أنا بصرف في 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 أثناء الصيف 8 مليون متر مكعب يومي للثلاث محافظات اللي هو السويس وبورسعيد والإسماعيلية. 50% من هذه المية بتستخدم كشرب. وفي الشتاء 6 مليون يومي برضو بنستخدم حوالي 3 مليون شرب. المية بتاعت الإسماعيلية بتاعت شرب محافظة بورسعيد كلها راح عن طريق ترعه بورسعيد. طيب استسمحك نستكمل الموضوع عشان معانا رمضان بقاله مده على التليفون. الو الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا باشمهندس؟ اهلا وسهلا. دلوقتي يا باشمهندس احنا منطقه جلبانه هنا المنطقه شرق بنعاني معاناه شديده جدا من قله السماوي بقالنا اكثر من 3 سنين او 4 سنين النهارده. فمش عارفين نعمل ايه. طيب ايه تاني؟ يعني ما عندناش اي مشكله غير الكيماوي بقى. الكيماوي فقط لا غير، مشكلتنا الوحيده الكيماوي. تمام. ما فيش اي، ما بنشتروه من الشجاره من بره. شجره الملح ب 400 جنيه، شجره اللوريا ب 600 جنيه من السوق السوداء. موجوده في الانطره شاب؟ موجوده بس في السوق السوداء بتعدي تهريبات او الكلام ده مش عارفين بتعدي ازاي. بس طيب. ما فيش في الجامعات الزراعيه. فيعني بنعاني معاناه يعني ربنا يسترها. والله انا معاك برضو هنشوف راي الدكتور سيد في الموضوع دوت. والله يا باشمهندس احنا يعني بصراحه ربنا لا يعيننا، لا عارفين نوكل الحيوانات بتاعتنا ولا عيننا عارفين نزرع الارض وحاجه، الوضع ما بقاش حلو خالص. طيب بشكرك يا رمضان وهنشوف راي الدكتور سيد، لانه انا فعلا في مشكله انا مش قادر افهمها. المفروض الاسمده في مشكله في ان هي تعدي الانطره شرق لظروف امنيه طبعا، واحنا كلنا تحت امر الظروف الامنيه وامن البلد، ده مهم جدا يعني مقدم على اي شيء، مفيش اي مشكله. لكن في نفس الوقت بلاقي الاسمده موجوده بتتباع بطريقه غير شرعيه. لا طب دي دخلت ازاي؟ انا لا مش لا, لا لا مفيش اسمده موجوده، يعني بتبقى حاجه نادره حد حطها في كيس تاني بتاع كده، لكن مفيش اسمده. هي بس احنا هو الراجل بيقول هو في سوق سوداء لا مفيش شجاره ب 400 جنيه بتنزل المسطحات وبتنزل ومفيش في المحلات دي خالص يعني. طيب برضه نحل المشكله بتاعتها. هي كده المشكله ان شاء الله احنا الانفاق خلاص يعني احنا فاضل لنا يمكن في نهايات الشهر ده واللي جاي يعني بالكثير الانفاق هتخلص هتتحل المشكله. طبعا الانفاق بيبقى عليها اجهزه وعليها تسهل الموضوع صح التفتيش صح على عكس المعديات اللي تفتيش بتبقى يدوي كده. فان شاء الله العمليه خلاص مع الانفاق تتحل المشكله. احنا عندنا في حاجات مسموح بيها وان شاء الله الفتره اللي جايه دي، لان برضو انت السواق بيجي يقول لك اقعد 3 ايام على ما اعرف اعدي على ما التفتيش على بتاع، فالسواقين بتهرب. لكن هي الفتره اللي جايه ان شاء الله مع الانفاق. ما فيش اسمده سائله موصى بيها بحيث نوجه المزارع انه ممكن يعني تستغنى عن الاسمده؟ بنود والله في الاداره الزراعيه في الانطره في بدايل الهيوميك اسيد والحاجات المخصبات دي موجوده في الادارات. اي نعم برضه بيبقى في صعوبه برضه للتفتيشات الامنيه، بس ان شاء الله خلاص يعني هم استحملوا كتير. ان شاء الله يحصل انفراجه في الموضوع ده. انا عارف الموضوع ده طبعا هم استحملوا بقالهم فتره لازم نستحمل شويه بس ان شاء الله يتحل. نستكمل يا باشمهندس محمد بالنسبه لموضوع الميه. فبقول لسيادتك طلعت بورسعيد بتعتمد عليها محافظه بورسعيد في ميه الشرب كامله. لها مقننات مائيه يعني الترعه دي طولها في حدود حوالي 80 85 كيلو. بتنتهي عليها الزراعه عند كيلو 31. بتنتهي الزراعه على ترعه بورسعيد عند كيلو 31. من 31 ل 85 دي بتعتبر بس هي قناه لتوصيل ميه الشرب لمحافظه بورسعيد. ان ما كانش فيه منسوب محدد عندي في الكيلو 31
اللي هو بنعتبره 2 متر 60 ما كانش ده متوفر ومتوفي، انا ما اقدرش اوصل ميه للكيلو 85 في بورسعيد، وبالتالي بورسعيد تتاثر في مشكله الشرب طبعا. الجسور عاليه جدا على فكره في ترعه بورسعيد، ولكن هو الاخ كان بيتكلم على منطقه يمكن جاتني مره شكوى بالليل فابو خليفه ان في واحد كان بيقطع في الجسر وان الميه عاليه وخايفين انها تدخل بيوت، وكان واتوجهنا لها وكان حتى فيه الشرطه والنجده كانت معانا، ورحنا لقينا الموضوع ده عن موضوع بسيط واتقفل وصلح الموضوع خالص وما فيش ادنى مشكله، يعني ما فيش ميه بترتفع الى درجه انها تطلع على الجسر، يعني هذا كلام لا يعقل يعني، لان احنا ما بنديش مقننات مائيه الا بحساب وبمناسيب محدده. مش عاوزين الكرم لا طبعا، لا ما فيش اسراف ولا فيه تقطير في المي، ده مهم. فانا عايز اطمن المواطن ده يعني. اما المشروعات احنا النهارده بنعمل في الترعه دي حاجه يعني غير مسبوقه، ان انت بتحافظ على ترعه تفضل 100 سنه شغاله بلا مشاكل، بتمنع نمو حشائش، بتمنع انهيارات في الجسور، بتمنع ان المايه تبقى مايه ملوثه، بتبقى حاجه شكل حضاري جميل طبعا. فطبعا ده بيصرف عليه فلوس. الـ زي ما قلت لسيادتك ان المشروع ده يعني قايم على عده اجزاء هناك على الترعه، حوالي 3 اجزاء، وبعدها بيقوم بتعمل فيها تعميق للترعه وازاله طبعا نقل النواتج على طول فورا، لان طبعا مش عايز احط ناتج واسيبه ويبقى على الجسر برضه هيشوه المنظر اللي احنا عملناه طبعا. فاحنا برضه بيهمنا سلامه الترع وبيهمنا المنظر والمنظر الحضاري، وفي نفس الوقت ما تمثلش اوزان كبيره على الجسر تاثر ليه على الستائر المعدنيه اللي مدقوقه في الاكيد. طيب معانا حسونه. الو، السلام عليكم يا دكتور حامد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لحضرتك وتحياتي لتلفزيون مصر الزراعيه. أهلا وسهلا. تلفزيون الشعب، تلفزيون المزارع المصري. تحياتي للهندسه الاذاعيه مع حضرتك، الناس اللي هم حلقه الوصل بين المستمع والتلفزيون حضرتك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. انا بس حابب اعمل مداخله وبحيي معاك انت اثنين من اعظم التنفيذيين في اسماعيليه. معاك الدكتور سيد دكتور محترم، ومعاك وكيل وزاره الري راجل محترم، والدكتور سيد بالاخص فاتح مكتبه للناس الغلابه. والله العظيم الدكتور سيد ده من اعظم الشخصيات في محافظه اسماعيليه، راجل محترم جدا جدا، وفاتح مكتبه. انا لو رحت له كم مره حضرتك، والراجل ما بيتاخرش على اي حد، على اي مزارع في اسماعيليه. الدكتور سيد مكتبه مفتوح وبحل مشاكل المزارعين. والله انا عارف والله دكتور سيد، انا مش قدامي يعني شكوى ولا حاجه، انا قدامي الراجل ده شغال وراجل محترم وراجل بيشتغل، واحنا بنشكرك والله، بنشكرك يا حسون. الراجل مدير عام الري ووكيل وزاره الري راجل محترم، الناس دي فاتحه مكاتبها الناس. والله يا دكتور حامد انا بس بحيي من عبر المبارك العظيم الناس دي، لان الناس دي تعتبر من افضل التنفيذيين في محافظه اسماعيليه، وده شيء يسعدنا يا اخ والله. ربنا والله يحميهم وربنا يكتر من امثالهم. ربنا يخليك. وانا حبيت بس اعمل مداخله مع حضرتك واشكرهم على اللي بيعملوه مع الناس وعلى المزارعين. وانا بشكرك والله، بشكرك يا حسونه، بشكرك. شكرا يعني يلا. الحمد لله. برضو انا الحقيقه يعني بكون سعيد بصفه شخصيه اما مواطن يتصل يشكر في المسؤول، لانه زي ما المواطن من حقه ان هو يشتكي، زي ما المواطن من حقه ان هو ينتقد المسؤول، لكن لما بيتصل ويقول المسؤول متواجد، المسؤول فاتح مكتبه، المسؤول بيحل المشاكل، دي حاجه بتسعدنا. واعتقد يعني الحمد لله برنامجنا كان ليه دور كبير جدا في هذا الموضوع، لان فعلا احنا حلقه الوصل، لان احنا بنجيب المسؤول هنا وبنفتح كل التليفونات للمحافظه. يمكن بيكون غير متاح للمسؤول ان هو يمر على المحافظه بالكامل في وقت معين، لكن احنا خلال فتره البرنامج بندي فرصه للمسؤول ولكل المحافظه ان اي مشكله يتم عرضها وحلها على الفور. فانا الحقيقه بشكرك يا حسونه برضو، وده وضع طبيعي يعني، لازم نشكر الناس زي ما بنشتكي نشكر برضو، طالما في انجاز، طالما في مسؤول مهتم، طالما في مسؤول عنده ضمير، مسؤول عنده انتماء، متواجد فاتح مكتبه وبيحل مشاكل المواطنين، لازم ان احنا نشكره. يعني الحمد لله، يعني الحلقه كلها هوت في انا بحييكم الحقيقه يا باشمهندس محمد والدكتور سيد جداً. ودي اما بتيجي شهاده من المواطن من المزارع،
غير لما احنا نتكلم. انا بعد اذنك عايز فده شيء مهم اضيف اضافه صغيره اتفضل برضه. معلش احنا بنحمد ربنا وبنشكر فضله لان هو ده دورنا في الاساس ودور كل مسؤول في البلد دي وبيحب البلد دي اكيد طبعا ان يتواصل مع اهلها ومع المواطنين ويدي قدر طاقته واعلى من طاقته لان برضو كمثل طبعا هنستكمل يا باشمهندس كمثل اعلى. معلش انا مضطر اخرج فاصل اتفضل ويعني انا بشكر حضرتك جدا لان مضطر اخرج فاصل سريع دلوقتي وحضرتك تبقى تشرفنا ان شاء الله في الحلقات القادمه. يعني في نهايه هذه الفقره اعزائي المشاهدين لا يسعني ان اتقدم بجزيل الشكر السيد المهندس محمد حمزه رئيس الاداره المركزيه للموارد المائيه والري لمحافظات القناة. فاصل قصير ونعود اللقاء مرة أخرى أعزائي المشاهدين بعد هذا الفصل.